فوز يعني كان معايا محمد حليم المدير الفني، وقال لي ان الحكم يعني طرد لاعب احمد قطاوي في الدقيقه 17، ورغم كده حسب لهم ضربتين جزاء، ولولا طبعا ضربتين جزاء دول ما كانش الزمالك هيقدر يفوز على حرس الحدود حسب ما قال محمد حليم. بتتفق ولا لا؟ بس خلينا نتكلم برضو، هو نادي الزمالك في الفترة الأخيرة مع برضو في بعض الأسماء بصراحة يعني عليهم علامة استفهام كبيرة جدا، انهم يعني مثلا المسلوسي، حمزة المسلوسي ده، حمزة المسلوسي 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 ماشي. يعني المهم هو الاسم ما انت صلحني تمام. انا يعني بجد اولا غير مفيد لنادي الزمالك، وما اعرفش بصراحه برضو ليه اعتاب على التعاقد معاه شخصيا. حمزة المسلوسي لا يصلح لا يصلح لنادي الزمالك. اولا جسمه مليان جدا، محتاج يخسله 15 كيلو. هو وحداد ما اعرفش، تحس ان احداد هو تحس ان هم الاثنين جايين نادي الزمالك بيتعلموا المشي، مع اني بشوف حميد احداد ده لو خد فرص، خد فرص كتير على فكره. لا ما خدش فرص باستمرار. بس طيب اسلام سيف الجزيري ما اعرفش، مش عارف اقيمه بصراحه. يعني ما اعرفش يكون كويس. دي انا بقى دي النقطه اللي بختلف مع اي لاعب، ان هو عارف ان دلوقتي كويس الماتش اللي بعديه مش كويس، فاهم قصدي؟ بس هنتكلم على اللعيبه اللي هي بتشارك. قلت لي حمزه وحميد احداد. حمزه وحميد احداد يعني جايين، بتكلم بجد والله، جايين يتعلموا المشي في نادي الزمالك. بتكلم بجد يعني بيتمشوا في الملعب. مين تاني من التشكيله اللي انت شفتها النهارده؟ اسلام جابر برضو نفس القصه، اسلام جابر بس بيجتهد. بس خلينا نتكلم، الماتشات اللي زي دي ممكن تظهر اي حد، فاهم قصدي؟ بالمستوى، مش بالامكانيات بتاعت نادي الزمالك، بالمستوى اللي انت شفته الاهلي والزمالك، رغم ان هم بيلعبوا بالمدرب قريبين لبعض. ماتش الاهلي والزمالك اللي جاي المستوى متقارب للاثنين. لا هتختار لي مين اللي هيكسب؟ لا ما فيهاش دي خالص. ليه؟ خالص هي شغل مدربين على فكره. ممكن الاهلي يبقى في اسوء حالاته، يعني على المباراه اللي انا شفتها قدام النصر النادي الاهلي، في الحاله اللي فيها النادي الاهلي دي حاله غير مطمئنه طبعا، نفس القصه في نادي الزمالك. بس مباراه الاهلي والزمالك ملهاش تقييم. قول لي التشكيل بسرعه اللي الاهلي يلعب بيه واللي الزمالك يبدا بيه. هو بس يعني انت بتتكلم مثلا هيبقى حازم امام مثلا، واخد بالك؟ يعني نمشي واحده واحده كده بالنسبه للنادي الاهلي. النادي الاهلي الاول ولا يعني؟ النادي الاهلي الاول. هيبقى الشناوي. ماشي. مكان علي لطفي. بس يعني هو المفروض ان الشناوي عنده كورونا، بس لسه هيتعمل مسحات يعني. بص وارد. فخلينا لغايه اخر ماشي. يوم. ماشي. هنتكلم اللي هو ايه، الشناوي تمام. بدر بنون. ماشي. ياسر ابراهيم. محمد هاني لو. ماشي. هيبقى مين تاني؟ ايمن اشرف. وفي نص الملعب اللي هو العادي، اليو ديانج والسولية وقدامهم قفشه. وهيبقى ممكن مين تاني؟ محمد شريف. ماشي. احنا كده كام واحد بس؟ طيب انت ناقص لك اثنين اللي هم اتنين. تحت ال هيبقى تحت غالبا والتر بواليا ممكن. واسمه ده اللهم صل على النبي، طاهر محمد. طاهر محمد. طيب الزمالك. الزمالك هيبقى غالبا جنش. تمام. محمود علاء والونش. هيبقى عبد الشافي ناحيه الشمال، اداؤه النهارده بهنيه على العوده بتاعته. عبد الشافي. وهيبقى حازم امام. مش عبد الله جمعه. لا مش حازم امام. هيبقى فرجاني الساسي وطارق حامد. وشيكابالا هيبقى في اعتماد عليه، ويوسف اوباما. ومين تاني اللي موجود؟ بن شرقي. هيبقى بن شرقي. كده فاضل واحد صح؟ مروان ولا سيف؟ يعني اعتقد ان هو معتمد على مروان حمدي يعني. بس مروان. انا اللي شايفه افضل اللي ياخد واوباما طبعا يعني. ما قلت اوباما. احنا يعني غالبا هو معتمد على مروان حمدي. لان هو كان مريح النهارده. نروح لفقره الصور.